أهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة بلقيس، والبداية بالعناوين. نجاة محافظ عدن ومدير الأمن من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة في عدن. الوفد الحكومي يطالب بضمانات واضحة لاستئناف مشاورات السلام في الكويت. قتلى وجرحى من الميليشيا في معارك نهم شرقية صنعاء، والحوثيون يختطفون عشرات مدنيين في البيضاء. أهلا بكم. أعلن رئيس الوزراء أحمد بن دغرة أن الحكومة لن تستمر في إرسال الإيرادات المالية إلى البنك المركزي الخاضع لسيطرة الميليشيا الانقلابية في صنعاء. قال بن دغرة في لقاء مع ممثلي لمؤسسة المالية في عدن إن الميليشيا تستغل الموارد في استمرار حروبها تحت مسمى المجهود الحربي. التحدي الاقتصادي هو الملف الأكثر خطورة والسلاح الذي لم تستخدمه الحكومة بعد، حيث لا زالت تراوح منذ أشهر في مربع التهديد والوعيد فيما يتعلق بموضوع عدم الاستمرار بإرسال إيرادات المناطق المحررة إلى سلطة الانقلاب في صنعاء. فالحكومة إذ تورد الأسباب والدلائل التي تخول لها الاستفادة من تلك الموارد، والتي من ضمنها عدم حيادية البنك المركزي وعدم إرساله المخصصات الخاصة بالمناطق المحررة، إلا أنها لم تقم بأي خطوات جادة في هذا الصدد تمكنها من التحرك وتقديم الخدمات في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وهناك واجبات ينبغي علينا كمواطنين الوفاء بها. رئيس الحكومة وفي تصريحات سابقة يرجع عدم الجدية التي تتعامل بها حكومته في الملف الاقتصادي إلى تعرضها لضغوطات عدة من قبل المؤسسات الدولية التي تريد الحفاظ على وضع الاقتصاد الهش في البلاد، علّه يسهم في الضغط على الأطراف لتقديم تنازلات في المفاوضات السياسية للخروج بحل. بينما تشير المعطيات على الأرض إلى أن هذا التباطؤ والتلكؤ يصب في مصلحة الميليشيا، وأنه حان الوقت لاتخاذ الحكومة خطوات جادة تمكنها من التحرك الفعال على الأرض، خصوصا وأن معظم موارد البلاد من النفط والغاز تتركز في المناطق الخاضعة لسلطة الشرعية. وبين التهديد والوعيد والانتقال لمربع الفعل، ما زالت هناك هوة كبيرة وحاجة لقطع الشك باليقين والبدء بإجراءات تجفيف موارد الميليشيا. وفي سياق آخر، أعلنت الرئاسة أن وفد الحكومة لن يكون اليوم الجمعة في الكويت للمشاركة في المشاورات، لكنه على استعداد للذهاب حين تتوفر ظروف إنجاح المشاورات. قال نائب مدير مكتب الرئاسة عضو الوفد الحكومي عبد الله العليمي أن الوفد تقدم برسالة إلى المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ يوضح فيها موقفه الحريص على إنجاح مساعي السلام من خلال ضوابط وضمانات واضحة تدفع لاستئناف المشاورات. في انتظار إجابات شافية من المبعوث الأممي، تتريث الحكومة في إعلان موقفها النهائي بشأن مشاركتها في استئناف المفاوضات. تطالب الحكومة بإيضاحات تتعلق بتقديم ضمانات مكتوبة بالتزام الميليشيا بمحددات المشاورات ومرجعياتها، وعلى رأسها القرار 22/16، وتؤكد أنها تنظر بإيجابية للمشاركة في العملية السياسية واستئناف مسار الحل السياسي. تصريحات نائب مدير مكتب الرئاسة وعضو الوفد الحكومي عبد الله العليمي أوضحت أن الوفد مستعد للذهاب حين تكون ظروف إنجاح المشاورات مهيئة من خلال ضوابط وضمانات واضحة. وفي رسالتها للمبعوث الأممي، تطالب الحكومة بإجراءات لإثبات حسن النية، منها وقف التصعيد على الأرض وإطلاق سراح المعتقلين وفك الحصار عن تعز. وفي انتظار حسم الحكومة موقفها من الذهاب للمشاورات، وصل ممثلو الحوثي والمخلوع إلى عمان برفقة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد على متن طائرة واحدة في طريقهم إلى الكويت. وفي هذا الموعد والرفقة أيضا رسالة سياسية على أن تحالف الإنقلاب يريد تصوير نفسه على أنه الأكثر استعدادا للمشاركة في المشاورات في توقيتها، وتجاهل واضح من المبعوث الأممي لمطالب الحكومة واشتراطاتها بما يمثل ضغطا إضافيا عليها. المؤكد أن ولد الشيخ أحمد سيستمر في محاولة إقناع الوفد الحكومي بالمشاركة، لكن من غير المؤكد أن يقدم ضمانات مكتوبة كما يريد هذا الطرف، وسيكتفي الوسيط الدولي بتكرار أسلوبه في المراوغة وبيع الوهم.
ليس الحل العادل والمنصف ما يبحث عنه ولد الشيخ أحمد بهذه الطريقة، ولن يكون عليه أن يدفع بمسار السلام إلى الأمام لمجرد عقد المفاوضات وإدارتها بالطريقة القديمة التي لا أفق لها ولا هدف سوى إنهاك المتفاوضين وإيصالهم إلى القبول بالطبخة التي تعد بعيدا عن الطاولة. يعرف المبعوث الأممي ومن ورائه أن اليمنيين في انتظار لحظة الخروج من دائرة العنف والاقتتال في بلد فاض به الدم والوجع، ويعرف جيدا أن جهود السلام تتحول إلى فصول سريالية حين يبحث الوسطاء عن النجاح الشخصي على حساب المهمة ويبيعون الوهم للملايين من المعذبين والمقهورين. في غضون ذلك أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن التوصل لتسوية سياسية تفاوضية بشأن اليمن هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب وضمان تلبية مصالح جميع الأطراف. وقال مون خلال لقائه وزير الخارجية السعودية عادل الجبير في مقر الأمم المتحدة لابد أن تركز محادثة السلام اليمنية على النتائج والاتفاقات القابلة للتنفيذ على أرض الواقع. وفي سياق آخر، نجا محافظ عدن عيدروس الزبيدي ومدير الأمن شل الشائع من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة استهدفت موكبهما في حي إنما. وقال المتحدث باسم شرطة عدن عبد الرحمن النقيب في تصريحات صحفية إن السيارة انفجرت في نهاية الموكب أثناء مروره في مدينة إنما، ما أسفر عن إصابة جندي بجروح خفيفة وتضرر عربة عسكرية. تكررت العمليات في عدن والهدف واحد هو رأس المسؤول الأول في المحافظة عيدروس الزبيدي الذي نجا من محاولة اغتيال جديدة. مجددا ضربت سيارة مفخخة مؤخرة موكب المحافظ بعد أن اعترضته في الطريق العام الموازي لمدينة إنماء السكنية. معلومات أولية تحدثت عن سقوط جريح وتدمير عربة عسكرية كانت ترافق موكب الزبيدي هنا غرب مديرية المنصورة وتحديدا أمام مسجد العادل. غير ذلك لا وجود لحصيلة في الخسائر سوى السيارة التي نفذت العملية حيث احترقت بالكامل. لكن في مجمل ما يصدر من هذه المحافظة التي تتخذها الحكومة الشرعية عاصمة مؤقتة، الصورة ما تزال مشوهة خصوصا في الملف الأمني المكشوف من خلال الهجمات التي يتعرض لها المسؤولون وأيضا المواقع العسكرية والمنشآت الحيوية. لم تتعافى العاصمة المؤقتة من الهجمات الإرهابية المتتابعة كما حدث في محاولة السيطرة على أكبر معسكرات المحافظة عندما أقدمت جماعة متشددة الأسبوع قبل الماضي على محاولة السيطرة على معسكر الصولبان التابع لقوات التحالف، لكنها فشلت بعد معركة كبيرة استمرت لساعات سقط فيها ضحايا من الجيش والعناصر الإرهابية. تمكنت قوات الجيش فيها من حسم المعركة لصالحها والسيطرة على المعسكر بشكل كامل. ميدانيا، قالت مصادر في مديرية نهم بمحافظة صنعاء إن قتلى وجرحى من الميليشيا سقطوا خلال المعارك الدائرة مع قوات الجيش والمقاومة. وأضافت المصادر أن قوات الجيش تصدت لهجمات عنيفة على مواقعها شنتها الميليشيا خلال اليومين الماضيين أسفرت عن سقوط نحو 60 قتيلا، مشيرا إلى أن قوات الجيش والمقاومة استولت على معدات عسكرية وأسلحة في عدد من المواقع المحررة بينها 30 صاروخا حراريا ضد الدروع وقاعدة إطلاق روسية الصنع. إلى ذلك، أعلنت قوات الجيش الوطني مقتل قاض في صفوف ميليشيا الحوثي بمحافظة مأرب. وقال بيان صادر عن قيادة جبهة صرواح إن القاضي محمد أحمد صبر رئيس محكمة رازح الابتدائية في محافظة صعدة لقي مصرعه خلال تصدي قوات الجيش لهجوم للميليشيا على مواقعها خلال اليومين الماضيين. في سياق آخر، تعرضت مواقع الجيش والمقاومة ومنازل المدنيين في جبهة الشقب التابعة لمديرية صبر الموادم بتعز لقصف عنيف من قبل الميليشيا.
قالت مصادر محلية إن الميليشيا قصفت بالأسلحة الثقيلة مواقع المقاومة ومنازل المدنيين في تبة دار مزعل وتبة الحصن وسط الشقب. وأضافت أن الميليشيا دفعت بتعزيزات إلى الجبهة بغية التقدم إلى جبل العروس الاستراتيجي، كما شنت قصفا بصواريخ الكاتيوشا على قرى سكنية في مديرية حيفان. خطوات وحيدة لكن ثابتة، وإن كانت طريق المقاومة تبدو وعرة ودون نهاية في مدينة تعز، لكن يبقى السلاح أثقل من أن يحمل بشكل وحيد وللأبد في هذه المدينة المسالمة، والتي لم تعتد رغم مرور أكثر من عام على الحرب وحمل السلاح، رغم أنه حاليا وسيلة للدفاع فقط. هنا بمحيط اللواء 35 غرب تعز، آثار خلفتها معركة ما تزال جارية حتى اليوم، لتشهد على اشتباكات عنيفة بين المقاومة والجيش الوطني من جهة وميليشيا الحوثي المخلوع من جهة أخرى. كالعادة يكون الرد على كل هزيمة تتلقاها ميليشيا الحوثي المخلوع قصفا عشوائيا وعنيفا على المناطق السكنية داخل مدينة تعز وخارجها، حيث تعرضت قرى سكنية في جبهة الشقب مديرية صبر الموادم جنوب تعز ومواقع للمقاومة ومنازل المواطنين في تبتي دار مزعل والحصن لقصف عنيف بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، فيما وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة تابعة للميليشيا إلى المنطقة بغية الوصول إلى جبل العروس الاستراتيجي والسيطرة عليه. أما في مديرية حيفان خارج المدينة، فقد قصفت ميليشيا الحوثي والمخلوع قرى سكنية بصواريخ الكاتيوشا بشكل عشوائي دون أنباء عن وقوع ضحايا. إذن أصبح القصف وما يخلفه من دمار وموت جزءا من يوميات المدينة المحاصرة، فيما يبدو الانفراج بعيدا حتى الآن على الأقل في ظل استمرار القصف والمعارك المستمرة. وفي تعز أيضا يعد لواء صعاليك أحد أهم الألوية العسكرية التي تخوض مواجهة ضد ميليشيا الحوثي والمخلوع في مدينة تعز، ويضم اللواء عددا من الشباب الجامعيين الذين أجبرتهم الحرب على حمل السلاح والتوجه إلى جبهات القتال. مراسلنا حمزة أمين يسرد لنا قصة هذا اللواء بالتقرير التالي. لواء الصعاليك، بهذا المسمى يبرز أحد أهم الألوية التي تقاتل في جبهة المدينة في تعز، والذي يضم الكثير من شباب المدينة مجندين ومدنيين من طلبة الجامعة. تتنوع تخصصاتهم العلمية ما بين الطب والهندسة والمحاسبة والعلوم الأخرى. معظم شباب اللواء من الطلبة والعسكريين والمدنيين والصيدليين والدكاترة والمثقفين، لا ننتمي إلى أي جهة، إنما انتمائنا إلى مدينة تعز. إبان اندلاع ثورات الربيع العربي التي بدأت في بلادنا من هذه المدينة تحديدا، شهدت تأسيس هذا اللواء حيث أسند إلى شبابه العديد من المهام الصعبة حينها، وهي الفترة التي رافقت أيضا إطلاق هذا الاسم عليه. تأسس لواء الصعاليك في ثورة 2011 بعد محرقة الساحة. معركة استعادة جبل الإخوة والتصدي لتوغل الميليشيا في منطقة الشق، والمشاركة في تحرير اللواء 35 مدرع، ومحاولة فك الحصار عن المدينة، كلها معارك كان لهذا اللواء الدور الأبرز فيها. استعادة وتحرير موقع الإخوة، والتي سقط واستعدناه خلال ساعتين فقط من سقوطه، وكان بقيادة نبيل الأديمي كان متواجدا أنذاك، كذلك تثبيت موقع الشقب ودحر الميليشيات منه بقيادة البطل أخي الحسين بن علي. يبقى إسناد بعض المواقع الحيوية والجبال الاستراتيجية وحراستها من قبل أفراد هذا اللواء هي واحدة من مهامهم اليوم، حيث يرابطون على قممها بلا كلل أو ملل. كهذا الجبل الذي يحرسه بعض من لواء الصعاليك، تبدو المدينة واقفة في وجه هجمات الميليشيا وصامدة رغم كل الظروف المحيطة بها
وتجاهل الكثير من المعنيين بإنقاذها من راح الحرب. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز. دعا مدير أمن تعز العميد محمود المغبشي ممثلي الأحزاب السياسية للتعاون مع الأجهزة الأمنية لإحلال الأمن وتعزيزه في المناطق المحررة من المحافظة. وطلب المغبشي خلال لقائه ممثلي أحزاب اللقاء المشترك بالتعاون من خلال الضغط على الحكومة الشرعية لتوفير الدعم اللازم للمؤسسة الأمنية ومساندتها لتثبيت الأمن. طبعا كان الاجتماع مع أعضاء ورؤساء اللقاء المشترك الأحزاب السياسية، وكان حول الأوضاع الأمنية، يعني مناقشتها وتوصيف الحالة الموجودة ومدى إمكانية تقديمهم لأي دعم أو مساعدة أو مساندة لتقديم مساندة الأمن. قتل 15 جنديا من قوات الجيش والمقاومة وأصيب أكثر من 30 آخرين خلال المعارك المستمرة مع الميليشيا في جبال كهبوب القريبة من باب المندب. وقالت مصادر ميدانية أن المعارك أسفرت أيضا عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيا. هذا وكانت مصادر عسكرية أكدت سيطرة قوات الجيش والمقاومة على عدد من المواقع في جبال كهبوب بمساندة طائرات التحالف. قال مصدر في المقاومة الشعبية إن ميليشيا الحوثي والمخلوع اختطفت 10 مدنيين في محافظة البيضاء. أضاف المصدر أن الميليشيا اختطفت المدنيين أثناء خروجهم من مسجد الشعب في مدينة البيضاء واقتادتهم إلى سجن إدارة الأمن في المدينة. هذا وتواصل الميليشيا شن حملات الاختطافات ضد المدنيين في المحافظة. إلى ذلك قتل 2 من أفراد الجيش والمقاومة بانفجار مخزن للذخيرة في أحد المواقع العسكرية بمحافظة الضالع. وقال مصدر في المقاومة إن ماهر المريسي وزيد الفقيه قتلا جراء انفجار مخزن للذخائر في جبهة مريس. وأضاف المصدر أن فريقا متخصصا في قوات الجيش والمقاومة يقوم بالتحقيق في الحادث الذي يبدو أنه ناتج عن حريق في خزان للوقود. إلى محافظة حجة، حيث يشتكي المسافرون عبر منفذ الطوال البري الرابط بين اليمن والسعودية من مشقة السفر جراء فرض الميليشيا إتاوات عليهم. ويعد المنفذ أحد أهم المنافذ البرية، لكنه مغلق كغيره من المنافذ، وهو ما يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني. من بين 4 منافذ برية تربط اليمن بالمملكة العربية السعودية تبدو جميعها مغلقة، يبرز ميناء الطوال المنفذ البري الأكبر، واحد من أهم المنافذ، وقد خلصته قوات الجيش الوطني من قبضة ميليشيا الحوثي بعد أن سيطرت على الجانب اليمني من المنفذ في مارس من العام الماضي. لم تكتف الميليشيا بتسريح موظفيه وابتزاز المسافرين عبره، بل حولته لثكنة عسكرية، فكان من الطبيعي أن يكون الرد من الجانب السعودي بإيقاف العمل بالمنفذ. في بداية المعارك الذي قمنا بها نحن الجيش الوطني في منفذ الطوال، تم تحرير الحوثيين والحوافيش من هذا المكان. في الأيام الأولى لخوض معارك الساحل الغربي بمحافظة حجة، تمكن الجيش الوطني من تحرير الحوثيين عن المنفذ الجديد، فيما ظل القديم الذي يبعد عنه بنحو 5 كيلومترات تحت سيطرة الميليشيا. لم تكن خزينة الدولة هي الخاسرة الوحيدة لإغلاق أهم شريان تجاري، طالما كان رافدا أساسيا يدر على الاقتصاد الوطني عائدا كبيرا من الدخل. فأكثر من 1,000,000 مغترب يمني في السعودية كان لهم حظ وافر من الخسارة أيضا، إذ يعد منفذ الطوال الطريق الأقرب والأسهل لعودتهم، وبإغلاقه وجدوا أنفسهم عالقين بين انتظار أن يفتح من جديد أو البحث عن بديل بمسافات وتكاليف مضاعفة ومشقة أكبر. إغلاق منفذ الطوال سبب عائق كبير لنا كمغتربين يمنيين في المملكة العربية السعودية، بحيث سفرنا من منفذ الوديعة تقريبا
يومين إلى 3 أيام حتى نوصل إلى قرانا. إحصاءات رسمية تقدر نسبة 80% من الصادرات الزراعية والثروة السمكية كانت تعبر من منفذ الطوال بصورة يومية فتوقفت، ومن هنا يبدو لنا حجم الخسارة بفقدان هذا المورد الهام. نشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. اعتصام مفتوح لطلاب التبادل الثقافي في المغرب للمطالبة بالمستحقات المالية. نجاة محافظ عدن ومدير الأمن من محاولة اغتيال بسيارات مفخخة في عدن. الوفد الحكومي يطالب بضمانات واضحة لاستئناف مشاورات سلام في الكويت. قتلى وجرحى من الميليشيا في معارك نهم شرقي صنعاء، والحوثيون يختطفون 10 مدنيين في البيضاء. أهلا بكم من جديد. كشف الجيش الأمريكي عن مقتل أكثر من 250 من عناصر القاعدة في غارة جوية شنها ضد معسكر لمقاتلي التنظيم في اليمن خلال شهر مارس الماضي. وأكد المسؤول العسكري في القوات الأمريكية للشرق الأوسط الجنرال جوزيف فوتيل أن بلاده تدرس مضاعفة قواتها في اليمن للتصدي بشكل أفضل لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب. أعلن محافظ محافظة عدن عيدروس الزبيدي بدء تدشين عملية إعادة بناء وإعمار المباني التي تضررت جراء حرب الميليشيا على المدينة. وقال الزبيدي في اجتماع مع وكلاء المحافظة ومهندسي مكتب الأشغال إن المرحلة الأولى من عملية إعادة الإعمار ستبدأ في التواهي وتشمل الأسر الفقيرة والمباني بالغة الضرر. هكذا حولت الحرب مدينة عدن لمجرد أطلال وأكوام من الخراب الذي نثرته ميليشيا الحوثي على المدينة قبل أكثر من عام، وملأت التجاعيد في وجه عروس المدن اليمنية. جهود تبذلها الحكومة والسلطة المحلية لإعادة الروح للمدينة، حيث شرعت فرق ميدانية في مسح الأضرار وتقييم المالي للخسائر الناجمة عن عمليات القصف على الأحياء التي أدت إلى تدمير أكثر من 11,000 منزل. المؤشرات الأولية التي أعلن عنها مكتب الأشغال العامة في المحافظة تقول إن أغلب هذه المنازل المدمرة بحاجة إلى إعمار بشكل كامل، فيما 471 منزل بحاجة إلى ترميم جزئي. محافظ عدن عيدروس الزبيدي خلال ترأسه لاجتماع مع قيادة المحافظة وضع الملامح العامة للمرحلة الأولى من إعادة الأعمار التي ستبدأ من مديرية التواهي، ومن ثم ستنتقل تباعا إلى باقي المديريات والمناطق التي شهدت المواجهات. كلفة المشروع العامة تم تقديرها من قبل اللجنة بأكثر من 18 مليار ريال. أشهر قليلة وتمسح المدينة آخر ملامح وآثار الخراب الذي طالها لتستعيد روحها وإصرارها على العودة للحياة مجددا من تحت الركام. على قال وزير التجارة والصناعة الدكتور محمد السعدي إن الوضع الاقتصادي يوشك على الانهيار بعد نفاد ما تبقى من الاحتياطي النقدي في البنك المركزي. أوضح السعدي في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط أن ميليشيا الحوثي لجأت إلى صرف الاحتياطي بعد انخفاض الإيرادات من 140 مليار ريال إلى 40 مليار فقط بسبب الإدارة السيئة. وأشار إلى أن قرار الحكومة الأخير بشأن وقف تصدير النفط يدل على أن الإيرادات لن تصل إلى الانقلابيين في صنعاء، وهو ما يعني لجوءهم لصرف المزيد مما تبقى من الاحتياطي في البنك. ينظم طلاب التبادل الثقافي المبتعثون إلى المغرب اعتصاما مفتوحا أمام السفارة اليمنية منذ 3 أيام، مطالبين بتسليم مستحقاتهم المالية المنقطعة منذ أشهر. ويعيش نحو 30 طالبا وضعا مزريا منذ وصولهم إلى المغرب قبل 6 أشهر، عجزوا خلالها عن دفع الإيجارات بسبب عدم صرف المنح المالية المقررة لهم.
نحن طلاب التبادل الثقافي، وأنا ممثلة من جامعة صنعاء، ومعي مبتعثين من جامعة صنعاء، وخرجنا بقرار من رئاسة جامعة صنعاء. ونحن نعلم عندما لا يصدر قرار الإيفاد إلا عندما يطبق التعزيز، يصدر قرار الإيفاد يخرج التعزيز ثم يستقصى من المعاش، لكن صدرت قرارات ويلا وقالوا لا تذاكر، ومشينا على حسابنا ومشينا هنا، وفي معنا بدائل، والبدائل موجودة من عام 2015 ومن 2014 وموجودة في المالية ولم نهاية النشرة. وهذا تذكير بالعناوين: نجاة محافظي عدن ومدير الأمن من محاولة اغتيال بسيارات مفخخة في عدن. الوفد الحكومي يطالب بضمانات واضحة لاستئناف مشاورات السلام في الكويت. قتلى وجرحى من الميليشيا في معارك نهم شرقية صنعاء، والحوثيون يختطفون 10 مدنيين في البيضاء. نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة بلقيس. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.